اولا مسوره لم ينعقد وبالتالي لم يعبر عن موقف. ما عبر عنه سيف فتح العيدي في شمس الفهم اليوم في الصباح. انا قلت لك مسوره لم ينعقد ولم يعبر مسوره عن موقف، وبالتالي سؤالك مبني على معلومه غير صحيحه. اليوم شنو هو الحل اللي لقاته مؤسسات حركه النهضه بموازاه للمقترح اللي تقدم به سي حمد جبالي اليوم في ام 2 ماشيين؟ نحن نرى ان حجم التحديات وخطوره الوضع واهميه يعني المهام المطروحه على عاتق هذه الحكومه تقتضي ان تكون مسنوده شعبيا، وان تكون مسنوده من المجلس الوطني التاسيسي، وان تكون لديها شرعيه في الاحزاب المختلفة، أن تكون حكومة ائتلافية تشارك فيها الأحزاب، وسواء الأحزاب التي في المجلس أو الأحزاب التي خارج المجلس، المهم أحزاب تؤمن بالثورة وبأهدافها تشارك كلها وشخصيات حتى وطنية، وتكون هذه الحكومة التي تتشكل من الأحزاب هي حكومة كفاءات، لأن الأحزاب أيضا هي كفاءات وليست في تناقض مع كلمة كفاءات. يعني نجم الأكد سي عمر العريض لليوم حل حكومة التكنوقراط غير مطروح. حل حكومة التكنوقراط هو مقترح تقدم به الأخ رئيس الحكومة في ظرف معين، ونحن في حوار مع الأخ رئيس الحكومة حول مقترحه وحول جملة المقترحات. بالنسبة للتحالف الديمقراطي احنا أعلننا على موقفنا ونعود نعلن عليه مجددا، احنا مع مبادرة الأستاذ حمد جبيل، لأن نشوفه الآن في المأزق السياسي لعيشات البلاد هي المخرج، وإذا كانت المعارضة كانت الطلب بتحييد وزارة السيادة، فسي حمادي الآن يحيد الجهاز الحكومي ككل. وأنا نستغرب أن الناس اللي تعلي أصواتها ربما بمعارضة الحكومة وكان عندها حق، الآن لماذا لا تعلي أصواتها بمساندتها المبادرة؟ وبالنسبة لموقف الحركة النهضة وموقف المؤتمر، أنا بصراحة نستغرب ونعتقد أن في حساب حزبي مبالغ فيه، معناها كأنهم همش واعيين بالوضع اللي فيه البلاد. خريطة الطريق للخروج من الأزمة اليوم كيف يراها التحالف الديمقراطي؟ أنا أتصور حكومة كفاءات مستقلة محايدة على التجاذبات السياسية والحزبية، يتوجه المجلس الوطني التأسيسي للتسريع بصياغة الدستور، والتسريع بإنشاء وإنجاز الهيئات التعديلية، والتسريع بإعداد رزنامة الانتخابات. بالطريقة هذه نجم نأمن المسار الانتقالي ونوصل إلى مرحلة بناء المؤسسات الشرعية. في تصريح في شمس افام لسي فتح العيدي رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة، يقول انه تم رفض مقترح رئيس الحكومة حمد جبالي. ما تمش رفض مقترحها حمد جبالي، نحن الان نتناقش ونتفاعل معه، لكن قرار حركة النهضة انها ترى ان الواقع متاع البلاد السياسي الان يتطلب حكومة ائتلاف سياسي مطعمة بالتكنوقراط، ونحن نناقش مقترح السيد رئيس الحكومة والأمين العام لحركة النهضة من حيث هل ترى هذا الواقع هو عندما نطبق هذا الواقع حكومة التكنوقراط ستنال معناها النجاح المطلوب، أو حكومة الائتلاف السياسي وهو تفاعل بين مقترحين لخدمة مصلحة البلاد. سي وليد بناني، حكومة الائتلاف السياسي اللي هي ستكون مطعمة بأحزاب أخرى حسب ما صرح به سي عمر العريض قبيله، أليس هو الحل الذي اقترحته المعارضة قبل حادثة اغتيال سي شكري بالعيد؟ لا، نحن نرى أن الواقع بعد حادثة الرفيق شكري بالعيد رحمه الله تغير. نحن لسنا في قبل، نحن ما بعد اغتيال، ولذلك هذا عنده أيضا معناها برنامجه، عنده يعني مقترحاته، وعنده أيضا طبيعة الحوار متاعه مش كيف. نحن مساندين المبادرة، وخاصة نحن مطالبين بحكومة كفاءات، عندنا مدة معناتها مش بالنسبة لنا هذيك مطلب ديجا قبل، دونك ماشيين في المساندة متاع المبادرة هذية، وبالنسبة لنا لازم يقع تشريك الأطراف وعملية تشاور تصير حول الأشخاص باش يقع تعيينهم باش يجمعوا مساندتهم بالفعل، واللي تكون مشاركة بالاتحاد وبالاتحاد الوديكا والأطراف الفاعلة السياسية الفاعلة الموجودة في الساحة، يلزم باش تخلق وفاق وطني حولهم باش يجمعوا نوصلوا معناتها الانتخابات الجاية على سلام معناتها. واليوم الأولوية لازم تتعطى الأولوية اللي هي البلاد، لا أطراف للأحزاب للأشخاص، اليوم الأولوية هي البلاد. الفترة اللي مرينا بها كانت صعيبة ياسر، واليوم وصلنا في من درجة كون العنف بدأ معناتها وبدأت الاغتيالات وبدأت أشياء من هذه، ما نجموش نواصلوا وكأنه صار شيء، يلزم تحديد رزنامة واضحة بالنسبة للأولويات اللي عندنا اليوم كمجلس تأسيسي مثلا
عندنا اليوم القانون الانتخابي، الدستور، الهيئات، الاعلام والقضاء والباقي كل لازم يستنى. مدام نادي هذا كل مفهوم. اليوم السؤال اللي يطرح نفسه، اليوم سي حمادي جبالي يحكي على حكومه التكنوكرات، بينما سي وليد البناني قبيله والا سي عامر العريض في تصريحهم يقولوا انهم هما مع حكومه ائتلافيه تجمع جميع الاطراف السياسيه. اليوم المسار يؤيد اما مقترح اسكو مقترح حكومه التكنوكرات او مقترح اللي قاعده تناقش فيه حركه النهضه اليوم، واللي هو يطرح انه يتم تشريك جميع الفعاليات والحساسيات السياسيه. انتم اليوم وين متموقعين بالضبط بين زوز خيارات هذوما؟ انا الغريب من موقف حركه النهضه اليوم كونوا قاعدين يناقشوا في اشياء تناقشت عندها 7 شهور يناقشوا فيها وما وصلوش، بيسكو عندهم 7 شهور وهم يتصلوا بالاطراف ويقول لهم ادخلوا معنا وغيرها. دونك 7 شهور فشلوا على اساس يشاركوا العباد، مش لو باش نعاودوا العمليه من جديد. خلينا الزاويه نحبوا نعرفوا شنو موقف التكتل من الاقتراح اللي كان تقدم به رئيس الحكومه حمد جبيل. غدوه عندنا ندوه صحفيه باش نعلنوا عليه.